الوالد سيد وسيد هاشم السيد احمد رفع الوزير نائب شيخ الطريقه رفع الصوفي صوفية التصوفي ضوء الكتاب والسنه. المهم طلعت من الساده الصوفيه وكذا السلطان ألب أرسلان، هذا وقد اثنى المؤرخون على السلطان السلجوقي ألب أرسلان صاحب موقعة ملاذ كرد التي انتصر المسلمون فيها على الروم سنة 463، يعني تقريبا قبل 950 سنة، كما في شذرات الذهب. وذكروا أنه كان يتبرك بالصوفية ولا سيما بالشيخ أبي القاسم القشيري توفي 485، وأبي النصر محمد بن عبد الله البخاري الصوفي الذي أشعل حماس الجنود بخطبته قبل المعركة، فكان ذلك لذلك أثر كبير في النصر لتأييد الله العظيم. وهذا الفهرس من الوالد كان كله يقول لي، أنا أقول لكم، يقول لي ابني خالد ركز على الفهرس، وهذا فهرس الكتاب. تعب تعب السيد، يعني كانت والمراجع بذل جهد كبير. هي منو خدم الصوفيه غير السيد يوسف هاشم رفع الوزير نائب شيخ؟ ما حد، استغفر الله. للقادر عيسى يمكن قبله، بس هو كان التصوف في صاحب كتاب الذكر واشراح ديوان منصور التصوف الاسلامي، يعني قليل مثل هالرجال قطب شوف ويهش سبحان الله. وهذا كتاب اي هذا هو.